الوضع شوي. والله الوضع مو زين، نبع مال الكاميرات حلو اذانه. ليش اذاك الكاميرا؟ ها؟ ليش اذاك؟ يا اخي قاع بريه تصعد ما يقبل يشده، تعارك وياه ما يقبل يشده. يقول لك انا ما متعلم اشد حزام. العزام هو 200,000 العبر تدري، والسائق 250. زين. والعبر اذا ما شده 200,000. انت تشيله ب 1000 وما يقبل يسد حزام 200,000 غرامه عليه. ليش ما يشد؟ احنا ليش ما القانون يقول لك القانون مو عليه، عليك انت السائق، عليها مالته. زين قول له مو لازم انت تلبس حزام. هاي بعد احنا معناه والله هم زينه. قول له انا ما مجبور اتاذى، تفضل انزل. زين اقول لك انا بكروتي صاعد، تعارك وياه. زين مو اذا تاذيت يعني. تدفع 250 غرامه انت تتحملها؟ ما يتحملها والله. لا يعني بعض مو كل عبريه، بعض العبريه تريدون يلغي هذا القرار؟ لا مو يلغي، بس سنة تخفيضات مو مال 200,000، هواي 200,000 والسائق 250. يعني حلو هواي، يعني هسه يمشي 200 غرامته مو ذل السائق عمود الحزام. زين هاي الحزام خليه 50 75، يعني جريمه 250. قرار الكاميرات حاليا وقته اجى بوقته لو لا؟ والله حاليا ماكو شوارع مو بوقته، لسه حتى الكاميرا ما تدري وين تمشي، عليش على شلون العشوائيه تمشي. لا تخطيط، لا شارع عدل، لا سايدك تمشي بيه، ايش قد تعرف المعدل مالك ايش قد تمشي بيه؟ كل شيء ماكو. وناصبين لك كاميرات. يعني والله شغله سايدك تمشي ب 120، تمشي ب 80 وتمشي ب 60 ما ندلون. زين. يعني كلهم يسحب بهن، كلها غرامات. يعني انت غرامتك حالك حال بجرجر، اللي صار على البصره 200. زين. يعني انت مناش لك ب 1000 و 200,000 عليها. يعني معاناه والله مو زين. شنو موضوع المي؟ لا ما خير من الله. زين المي؟ زين المي. الخدمات زينه. خير من الله، لا خير من الخدمات. الله يجعلك. الله يسلمك.